من الإمارات أرض السلام والتسامح إلى بلاد المليار نسمة، حلقت ثلة من رجال الدين والفكر من دول متعددة حول العالم في زيارة ترنو إلى استكشاف أبجديات مكونات مجتمعية في إقليم تشينجيانغ شمال غربي الصين، على رأسها قومية الإيغور المسلمة. زيارة أجندتها زاخرة وملفاتها متعددة تتقاطع عند مد جسور العيش المشترك بين الدول وشعوبها، وتلتقي في محطات شاهدة على حماية مكونات المجتمع بكل أطيافها. تأتي هذه الزيارة بمثابة مد وبناء الجسور بين دولنا العربية والإسلامية وبين الصين الشقيقة في مواجهة ظاهرة الإرهاب وفي إعادة صهر كل القوميات الموجودة في هذه المقاطعة في ثوب واحد وفي نسيج واحد، وإعلاء قيمة المواطنة والتبصير المواطنين جميعا والقوميات جميعا بمدى خطورة الإرهاب، وتوجيه طاقات الناس إلى ممارسة التدين بصورة تؤدي إلى نفع البلاد والعباد. أما مسار الزيارة التي ينظمها المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة فحددته العلاقات القائمة على التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. في مدينة أورومتشي عاصمة تشينجيانغ، توقف الوفد عند الخطوط العريضة لمكافحة الإرهاب، ولمس مظاهر التعايش واستكشف خصوصية مجتمع لم يعرف عنه العالم سوى بعض الصور المفبركة والمزاعم الكاذبة. كما عرج الوفد على الجمعية الإسلامية التي تعني بشؤون المسلمين ومساجدها قبل أن يحط الرحالة في معهد تشينجيانغ للدراسات الدينية، حيث يدرس مئات الطلاب ممن يتمتعون فيه بكل مقومات العيش والتعليم وممارسة شعائرهم الدينية. انتهت زيارة أورومتشي، فيما تستمر الجولة وتتوسع جسور تمدها دولة الإمارات من بقاع المعمورة وصولاً إلى أسوار الصين الحريصة على مجتمع تلتقي مكوناته حول هوية واحدة وانتماء يعلو فوق كل المزاعم التي باتت فصلاً منسياً في يوميات بعض شعوبها. ثلة من رجال الدين والفكر من دول متعددة حول العالم شدوا الرحالة ليرسوا عند أعتاب سور الصين العظيم، وفي جعبتهم توليفة من العيش المشترك. من مدينة أورومتشي عاصمة إقليم تشينجيانغ بالصين، إيمان نصار، العين الإخبارية.